يا خال، أين أبي مسلم؟ أنا أبوك. رحمك الله يا ابن العم. استشهاد مسلم كان أول الجراح التي وقعت على قلب الإمام الحسين في مسيره إلى العراق. فماذا حل بمسلم؟ وكيف صارت الأمور في الكوفة إلى أن انتهى الأمر باستشهاده؟ وصل ابن عقيل بكتاب الحسين عليه السلام إلى الكوفة في الخامس من شوال، فنزل دار مسلم المسيب واجتمع حوله الشيعة واختلفوا إليه أيهم يستضيف مسلما. صار يقرأ عليهم كتاب الحسين. فإن كنتم على ما قدمت به رسلكم فاقدموا إلى ابن عمي وبايعوه ولا تخذلوا. بايع مسلم 18,000 رجل، وبلغ النعمان بن بشير قدومه ومبايعة الشيعة له، فجمع الناس وتوعدهم بالسيف أو يدرأ الفتنة. فأرسل يزيد عبيد الله بن زياد وولاه على الكوفة بدلا من النعمان. فدخل ابن زياد ملثما بزي الحسين والناس يمشون بين يديه ويقولون له: حللت أهلا ووطأت سهلا. عندما لم يرد ابن زياد السلام تأكد أحد أعيان الكوفة أنه عبيد الله وليس الحسين، فأخبر الناس فتفرقوا وارتعبوا لقدومه. كان وجود مسلم في الكوفة مقلقا جدا لبني أمية، فدس ابن زياد بعض العيون بين المؤمنين في المسجد حتى وصل أحدهم لمعرفة وجود مسلم أين؟ في منزل هانئ بن عروة. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب الغسل والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. سفري بعيد سفري بعيد وزاد لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. يا هانئ، إن كنت مريضا فإن ابن زياد آت لعيادتك، وإن كنت تتمارض فاحذر غضبه أو تأتي إليه الساعة. وهانئ شيخ كبير في عشيرة مذحج حاول ألا يذهب لابن زياد مدعيا المرض، لكن ابن زياد خيره إما أن يأتيه كزيارة أو يذهب للقصر، والهدف من الزيارة اكتشاف أمر وجود مسلم عنده. ودخل هانئ على ابن زياد. ها يا هانئ، ما هذه الأمور التي تتربص بدارك لأمير المؤمنين؟ أحضرت مسلم بن عقيل وأدخلته دارك وجمعت له الجموع والسلاح. حاول هانئ أن ينكر في بادئ الأمر، إلا أن ابن زياد
أدخل عليه بعض من دسهم ودخلوا بيت هانئ ورأوا مسلما. نعم، لقد استضفته وأويته لأنه جاء من هو أحق بالولاية والخلافة من يزيد. خذوه، خذوه وضعوا عليه حراسا. إن ظننت أنك بالسجن ترهبني فهذا لن يفيدك. أقبل مسلم بن عقيل في وقته ومعه ما يزيد عن 18,000 وبين يديهم الأعلام والسلاح الشاك، وهم في ذلك يشتمون ابن زياد. بعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة وأوهمهم أن جيشا جرارا آتيا من الشام إلى الكوفة سيكون تحت إمرته، فتوجس الحاضرون وأرسل زبانيته ليخوف الناس من الحرب وعقوبة السلطان. وهكذا استطاع ابن زياد بمكره وخديعته أن يفرق الناس من حوله، فعاد مسلم إلى مسجد الكوفة فصلى بثلاثين رجل وخرج بثلاثة. سار قليلا في أزقة الكوفة، التفت حوله فلم يجد أحدا يرشده من أين الطريق، فهانئ سجينا في قصر ابن زياد ومسلم وحيدا في أزقة الكوفة. مضى مسلم ولا يعرف إلى أين يسير، أنهكه التعب فاستلقى على عتبة دار لامرأة اسمها طوعة، وكانت المرأة تنتظر قدوم ولدها بلال. طلب منها شربة ماء فأسقته، ثم دخلت دارها وعادت ثانيا فرأته لا زال جالسا. يا عبد الله، لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك، فاذهب من حيث أتيت. يا أمة الله، ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك في أجر ومعروف؟ وما ذاك؟ أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني وأخرجوني. أنت مسلم؟ ويحك يا طوعة، ادخل يا أخي ادخل. لا بارك الله بقوم خذلوكم وآذوكم آل البيت. عندما جاء بلال بن طوعة لاحظ حركة أمه في البيت على غير عادتها، إلى أن اكتشف أمر مسلم فوش به مقابل ثمن بخس. وعندما حضرت زمرة بن زياد قاتلهم مسلم فلم يقووا عليه، فأعطوه الأمان الخادعة ليخرج، فأخرجوه وساقوه إلى القصر منهكا بجراحاته عطشانا لا يسقى. عاد ليستجير يكون ينجار ينجار عن قتل حليف الشرايف، ينجار مثل مسلم صدق بالحبل ينجار، وتتنافس بقتله علو جمية هي، وتتنافس بقتله علو جمية. يا ابن عقيل، تريد أن تشرب الماء؟ انظر إلى هذا الماء ما أبرده. يا شاق يا عاق، خرجت على إمامك
وشققت عصا المسلمين وألحقت الفتنة. كذبت يا ابن زياد، إنما شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد، وإنما ألحق الفتنة أنت وأبوك. والله لا أقتلنك شر قتله. أحمد الله أن يرزقني الشهادة على يدي شر بليته، وأرضى بالله حكما بيننا وبينكم. أو تظن أن لك في حكمه شيئا؟ لا والله، ليس الظن بل اليقين. اصعدوا به إلى أعلى القصر واقطعوا عنقه وألحقوا رأسه جسده. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. خير حمان وخير مقيل، فاعقل بمثوى مسلم ابن عقيل، مثوى تعالى الله على شانك من أن يرام موازنا بعديل. أين الثريا؟ أين الثريا من ثراه ولم تكن بجديرة باللثم والتقبيل؟ أبكي على ذاك القتيل، ومن بكت عين الحسين له فأي قتيل؟